بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة الأخبار المحلية تأتيكم من قناتكم نوميديا تيفي ونستهلها بأبرز العناوين. سوق إهراس انطلاق الأبواب المفتوحة على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. وبعين تموشنت التجار الفوضويون يطالبون بمحلات تجارية لائقة. ومن وهران عائلات تقطن داخل بنايات قديمة وسط غابة كانستل. وبتبازا معرض العسل يخرج إلى الساحات العمومية بعد القاعات المغلقة. وأخيرا عين الدفلة تظاهرة ثقافية في الصناعات التقليدية إحياء لليوم العالمي للمرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى. جاء تنظيم الأبواب المفتوحة على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بولاية سوق إهراس مواصلة للحماية للحملة الإعلامية أقول التي أطلقها الصندوق الوطني حول شرح التدابير الاستثنائية والمندرجة ضمن الأمر رقم 1501 المؤرخ في 23 من جويلية 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لفائدة أرباب العمل قصد تسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي. الزميل محمد لمين الساسي والتفاصيل. جاء تنظيم الأبواب المفتوحة على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بسوق إهراس مواصلة للحملة الإعلامية التي أطلقها الصندوق حول شرح التدابير الاستثنائية المندرجة ضمن الأمر رقم 1501 والمؤرخ في 23 جويلية 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لفائدة أرباب العمل قصد تسوية وضعيتهم في مجال الضمان الاجتماعي وكذا الأشخاص الذين يمارسون النشاط دون تغطية اجتماعية. بادر الصندوق على مستوى كل هياكله بتنظيم أبواب مفتوحة لإيصال معلومة أكثر للمؤمنين للذين يريدون الانتماء للصندوق الانتماء الطوعي وكذلك أرباب العمل لعدم تفويتهم هذه الفرصة التي يستفيد منها من إلغاء غرامات التأخير وتقسيط في جدول الدفع الاشتراكات الرئيسية نتاعهم. هذا ويدعو الصندوق جميع أرباب العمل الذين يشغلون أجراء غير مصرح بهم لتسوية وضعيتهم إزاء الضمان الاجتماعي قبل تاريخ 31 مارس الجاري. ولهذا ندعو من هذا المنبر أن كل أرباب العمل التقرب لمقر الصندوق الوطني بوكالة ولاية سوق إهراس الأبواب مفتوحة من أجل تسوية وضعيتهم قبل انتهاء هذا الأجل التي هي 31 مارس 2016. وستتواصل هذه الأبواب المفتوحة إلى غاية 7 مارس من الشهر الجاري. ولا نذهب بعيدا عن سوق إهراس حيث ننتقل إلى عنابة حيث تميزت الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي بعنابة لسنة 2016 بمناقشة ملفات البيئة والتكوين المهني والتوسع السياحي، كما صادقت الدورة على مشاريع مخططات التنمية المحلية. سماح قدادرة والتفاصيل. في أول جلسة عادية للمجلس الشعبي الولائي بعنابة بعد الانتخاب النصفي لمجلس الأمة واختيار رئيس جديد لهذه الهيئة المحلية، ناقش الحاضرون ملفات البيئة والتكوين المهني والتوسع السياحي وصادقوا على عدة مشاريع جديدة تتعلق بتفعيل التنمية المحلية. تناولنا أهم نقاط من بينها ملف قطاع البيئة وملف قطاع التكوين المهني وأيضا التصويت أو على برنامج توسع منطقة التوسع السياحي، وهذا شيء مهم جدا لفائدة السياحة والفائدة الاقتصادية التي سيجلبها هذا المشروع إلى ولاية عنابة. دورة المجلس الشعبي الولائي بعنابة التي احتضنتها قاعة دار الثقافة وحضرها ممثلو المجتمع المدني عرفت نقاشا هاما حول تفعيل الأداء التنموي بالولاية وإعلان والي الولاية حصريا لقناة نوميديا عن موعد زيارة الوزير الأول إلى هذه الولاية. بهذه المناسبة يعني أعلنت رسميا هو زيارة الوزير الأول، يعني راح يشرفنا بالوزارة وراح أجيب الخير الولاية، هو يعني باش تأكد لي بلي راح يكون توزيع السكن يعني بعدد يعني جد وهم.
لم تخلو جلسة المجلس الشعبي الولائي من نقاشات حادة بين أعضاء الكتل السياسية المختلفة، إلا أنها اتسمت في الأخير بالتزام الجميع ببذل مزيد من الجهد من أجل عنابة وعنابة وحدها. ويطالب العشرات من الباعة والتجار الطاولات المصنفون ضمن الفوضويين بمنحهم محلات تجارية لممارسة تجارتهم، خصوصا أنهم يعيشون معاناة يومية جراء طردهم المتكرر بحجة عدم شرعية نشاطهم التجاري. من عين تموشنت بوسيف حري. يطالب العشرات من الباعة وتجار الطاولات الذين يعتبرون ضمن الفوضويين بعين تيموشنت بمنحهم محلات تجارية لممارسة تجارتهم، خصوصا وأنهم يتكبدون معاناة يومية جراء طردهم المتكرر بحجة عدم شرعية نشاطهم. راهم صحاب الطواب الناس بسكرة تقوس منهم، كاين اللي عنده 4 ساعة الباسك، اللي عنده 3 ما راهمش ياكلوا. حنا خاطينا راه كريسو، كان كي قال لي طابله ما نروحش نكريسي ما نروحش نخون، نبو ما دارش هاد الصوالح باش ندير هاد الصوالح. دي بيع تريكو دي لابروسي 800,000، حنا بكري كان عندنا سوق، كانوا قالوا كاع لك سمو هاد كيما نقولوا فيلاجات وتاوعنا كلشي، كانوا كنا خدمه. دروك شابات راه فيها سوق، كاع ولايه ما فيها سوق. تجار الطاولات بعين تيموشنت دعوا السلطات البلديه لعاصمه الولايه بايجاد حلول لوضعيتهم، خصوصا وانهم يسترزقون من تجارتهم هاته، وليس لهم دخل اخر غير ما يكسبونه من بيعهم لسلعهم. هاني داير دوموند على حانوت كيما راهم دايرهم عاطين، كي اللي عندها مانيش عارف انايا، داير دوموند راني في عام يا درا، واه غادي نفوت غادي نديرو رينيون، غادي راه عند الولايه الدوسيرا ما عاد ما هودوهمش. راني في عام انا، ممكن يعطوني حانوت ما نحطش انا. وكاين ما عندهاش ما يقادش يشري من حانوت تريكو 400 تريكو سروال 500، راه يجي هنا دوك يحرموا على الشاري وعلى البال. وفي انتظار تجسيد المسؤولين لوعودهم تبقى معاناة هؤلاء التجار قائمة، ويظل رزق قوت عائلاتهم على المحك. تطالب عائلات تقطن داخل بنايات قديمة وسط غابة كنرسال بوهران التي تعد رئة عاصمة الغرب الجزائري وهران من السلطات المحلية التعجيل بترحيلهم نحو سكنات لائقة نتيجة للمعاناة التي طال عمرها 4 عقود من الزمن. غابة كنرسال التي تتعرض أيضا للتخريب وزحف الإسمنت هي الأخرى بحاجة إلى اهتمام من طرف المسؤولين. ميكروفون محمد ونان. أنا في الغابة تاع كنرسال هنا يشوفوا فينا شوية كل شيء فينا، لا شتا فينا ولا صيف فينا ولا الطوبات الفوعه، ما هشتنا والو من الدنيا هذه، ما شتناش حنا، ما استقليناش، مازال ما استقلينا في هذا الحوش حنا، هذا الدنيا ما استقليناش فيها. يفرجوا لينا شويه، يشوفوا فينا شويه. راني مغبوشه باش نحكي لكم لا سيتياسيون اللي فيها، يعلم بها غير ربي، يعلم بها غير ربي. طلبوا من السلطات يشوفوا فينا في اقرب وقت الا بغوا. إنسان راه اليوم راه كاين وغدا ما كانش، وباش يخلي هاد الوليدات هكا مشتين ولا كاغط لا والو. لا الريزيدونس هي التالية أنا نغبنو فيها، والله لا الريزيدونس هي التالية أنا نغبنو فيها، ماهمش عطوها لنا. نطلبوا من الوالي تاع وراني يشوف فينا شوية، يا شوية يشوف فينا، يطمعونا ويروحوا ب10 سنين مش عارف من عام ويعاودوا يولوا، يعاودوا يطمعونا ويعاودوا يولوا. حنا علاش شادلنا؟ شادلنا من هاد الدنيا باش ما نعيشوش؟ شادلنا؟ مازال ما استقليناش، ما استقليناش حنايا، والله ما استقلينا. خرج العشرات من سكان مدينة وهران أمس عقب صلاة الجمعة مباشرة في مسيرة سلمية يطالبون فيها بغلق الملاهي الليلية التي أصبحت تنتشر بكثرة بولاية وهران، وهي المسيرة التي وصفها شباب وهران بالثورة الأخلاقية لإغلاق الملاهي الليلية وأماكن بيع الخمور، غير أن المسيرة لم تدم طويلا بعد تدخل قوات الأمن لتفرقة المحتجين. التغطية لي بوسيف حري ثانية. فهمني؟ هنا قلنا ديوارون يبعدوا كاع من اللي بغى يصير ويصير بعيد، يروح لبلاده. مسيرة اليوم مسيرة سلمية يا صاحبي، هنا قلنا غير ديوارون يبعدوا لنا كاع هاد الصوالح كاع يبعدوهم علينا. حنا جينا كاع حنا درنا هاد الوقفة تضامنية ونحاربوا هاد الفساد اللي راه منتشر، حنا درنا هاد الوقفة باش حبسوا هاد الفساد. حنا نحوسوا هنا في وارن يقلعوا لنا كباريات وبيوت الدعارة. سمعتني؟ كباريات اللي راهم هنا في وارن بيوت الدعارة يقلعوهم، خاطر هادو اللي راهم هنا ماشي ولاد وارن.
إلى تيزي وزو الآن، أين أقدمت الجمعية الجزائرية للتراث والبيئة والتنمية البشرية على تكريم الحماية المدنية عرفانا لمجهوداتها الجبارة التي تقدمها في إطار العمل المشترك المتمثل في الحملات الصحية التشخيصية التي تقوم بها الجمعية بقرى ومداشر الولاية. عمر حمامي. بعد النجاح الكبير الذي عرفته الحملات التشخيصية التي تشرف على تنظيمها الجمعية الجزائرية للتراث والبيئة والتنمية البشرية نحو العديد من القرى والمداشر بولاية تيزي وزو، أقدمت الجمعية على تكريم الحماية المدنية بالولاية، وهذا عرفانا لمجهوداتها الجبارة وحرصها الشديد على نجاح هذا العمل الإنساني. Et le travail humanitaire, on peut le faire à n'importe quel moment. Donc, nous avons la chance d'être des éléments de la protection civile qui font le travail. Et on les remercie pour le travail qu'ils font déjà, Houma. Et on les remercie pour le geste de l'hydrogène. Nous faisons 10 actions, caravane santé, plus consultation gratuite avec des médecins spécialisés, plus médicaments gratuits. C'est une donation, TFKC-CNFK, plus consultation en domicile. نهني دا شي غنساوي نساوناهم دواوين تسكنت نيموزان غراتويتمون وذنهني كي سوكيب دي دواني صافي دير اون بيير دو كو ادفك نيمو دوا وخلو ناس سيرفي دونك يمكني زعما كي تخمم اين ناس نتخمض لا بروتيكسيون سيفيل نتخدم لها. هذا وبعد تشخيص أزيد من 5000 مواطن منذ 2014، أكد رئيس الجمعية أن الحملات متواصلة نظرا لأهميتها ودورها الفعال في فك العزلة على المناطق النائية. قام أفراد الشرطة بأمن ولاية سكيكدا بزيارة معايدة للأطفال المصابين بداء التوحد، وذلك بمقر الجمعية الولائية أمان التي تتكفل بهؤلاء الأطفال تربويا ونفسيا وعقليا. وقد وزع أفراد الشرطة على الأطفال حلويات وألعاب، الشيء الذي أدخل البهجة والسرور في نفوسهم. تقرير في الموضوع للزميل سعد زجاري. في لفتة إنسانية حميدة نظم عناصر أمن ولاية سكيكدا زيارة معايدة لأطفال مرضى التوحد الذين ترعاهم جمعية أمان الولائية، محملين معهم بحلويات وألعاب. وقد لقيت الزيارة استحسان الفريق التربوي المشرف على الأطفال والأولياء على حد سواء. تأتي هذه الزيارة إلى مقر جمعية أمان المكلفة بالتكفل بالأطفال الذين يعانون من أمراض التوحد في إطار النشاط الاتصالي لأمن ولاية سكيكدا. يعني هذه الالتفاتة الإنسانية إن صح التعبير تدخل في إطار العادات المتجدرة في لدى المديرية العامة للأمن الوطني. الهدف تاعنا فقط من الزيارة هو يعني بإذن الله نكون وصلنا له هو زرع ابتسامة وبهجة على وجوه هؤلاء الأطفال. باسم أطفال الجمعية نشكر المديرية العامة للأمن الولائي لسكيكدا على هذه الزيارة الجميلة والطيبة التي قامت بها لمقر الجمعية واللي فرحوا بها أولادنا. وتدخل هذه المبادرة التي سبقتها مبادرات مثيلة من طرف أمن ولاية سكيكدا منذ تنصيب العميد الأول خزمات محمد على رأس الجهاز بالولاية في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الهادفة إلى أنسنة العلاقة بين الأمن والمواطن. وتحت شعار الحرفة في اليد أمان من الفقر، نظمت جمعية الرسالة لبلدية الروينة بولاية عين الدفلة معرضا متنوعا خاصا بالصناعات التقليدية إحياء لليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس من كل سنة، وذلك بمشاركة عدة جمعيات لعرض مختلف الحرف والصناعات التقليدية. مزيدا من التفاصيل مع الزميل لسير عمران. في أسبوع الاحتفال باليوم العالمي لعيد المرأة المصادف للثامن مارس من كل سنة، نظمت جمعية الرسالة لبلدية الروينة بولاية عين دفلة معرضا متنوع للصناعة التقليدية.
من أجل هذا، من أجل إحياء الموروث الثقافي وكذلك التشجيع على الإنتاج، ومن أجل دفع عجلة التنمية في الجزائر. خلال هذه التظاهرة هدفنا هو من أجل إحياء الموروث الثقافي حتى لا يندثر، لأن الشباب في هذه الآونة الأخيرة يبتعد كثير عن هذه الصناعات. تضمن هذا المعرض عدة حرف وأشغال يدوية خاصة بالمرأة لتمكين الزوار من معرفة عادات وتقاليد المنطقة. هذا النوع من الأشغال واللي هو إعادة تدوير الأشياء، يعني اللي نرموها نعاودو حنايا، نعاودو التصنيع تاعها، وهذا مفيد للبيئة وبنحافظوا عليها من خلال عدم رمي النفايات، يعني نفايات نعاودو التدوير تاعها. للصناعة التقليدية دور فعال لإحياء التراث الثقافي، والمرأة الأداة الوحيدة للحفاظ عليها. بهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه النشرة، لمن فاتته التفاصيل هذا تذكير بأبرز العناوين. سوق هراس انطلاق الأبواب المفتوحة على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. والتجار بعين تموشنت يطالبون بمحلات تجارية. وعائلات تقطن داخل بنايات قديمة وسط غابة كاناستيل بوهران. وبعين الدفلة تظاهرة ثقافية في الصناعات التقليدية إحياء لليوم العالمي للمرأة. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء. شكر موصول أيضا لزملائي التقنيين الذين رافقوني طيلة فترة هذه النشرة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.